سي احمد جيرات رئيس فرع النادي السويقي كرة القدم لجنه جديده صلب النادي شنو هي تصوراتكم وكان تفسر اكثر ما يعمل وما يعني الاهداف من هذه اللجنه. في اطار الهيكله نتاع فرع كره قدم كابر والمشروع اللي الهيئه مديره في اخر رينيوم معناتها وقع تقديمو المصدق عليه بدينا ببعث لجنه فنيه تهتم بكل جوانب الفنيه لكرة القدم من في جميع الاصناف تسهر على معناتها تنفيذ المشروع النادي الذي فاقسي وتطوير خاصة كرة القدم وإعادة تنظيم الهيكلة متاع فرع كرة القدم بصفة عامة يعني في الفروع الكل يعني أصناف الشبان بانطلاق من اصناف الشبان وصولا الى كبر الفريق وشنو هي حدود هذه يعني او وين تنجم توصل هذه اللجنه يعني في تدخلاتها في في قراراتها كيفاش باش يكون عملكم؟ اللجنه هذه باش تقوم بالنظر في كل القرارات اللي تتعلق بكره القدم اللي باش تكون قبل ما تاخذها الهيئه المديره تتعدى جميع قرارات من انتدابات من تجديد عقود من فسخ عقود من تعيين مديرين فنيين الى الى غير ذلك كل ما هو فني يتعلق بكره القدم يتعدى على اللجنه هذه اللي تصدق عليه بعد ما تكون فما معاينه ومتابعه فما تقارير تخرج على اللجنة هذه تتعدى إلى الهيئة, الهيئة المديرة للنادي هذه السفيقسي ومتبعة الحال في أغرب الأحيان تكون قرارات مع يلزم تتنفذ سي احمد حاجه اخرى ملفتة للانتباه هي الحضور يعني في هذه اللجنه او المكونات هذه اللجنه يعني من من لاعبين قدامى كذلك من لاعبين يعتبروا يعني تو تو كيخرجوا من نادي الاسفيقسي. والله هي اللجنه هذه مبدئيا تتكون من ثمانيه اعضاء زوز اعضاء من الهيئه المديره اخترنا نكون هيئة قدماء اللاعبين اختاروا هما ثلاثة لاعبين قدامى باش يمثلوا يكونوا في اللجنة هذه اللي هما سي مختار ذويب سي حافظ بن صالح وسيلحبيب الجربي بالنسبة لل لممبر بلو كيف ما نقولوا انيس بوجلبان اللي هو عنصر في الاطار الفني عصام المرداسي لاعب سابق و معناتها آه الناس الكل تعرفوا هيك الميمديه اللي هو زاده ضمن الاطار الفني للشبان دونك آه فما مزيج ما بين الخبره والطموح واللجنه هذه مفتوحه لجميع آه قدماء اللاعبين اللي تنطبق فيهم الشروط اللي يكون بينيفول ويكون عنده كونيسونس تكنيك معناتها معرفه فنيه معناتها آه ادنى حد بالاضافه الى انه اللجنه مفتوحه لجميع رؤساء نادي السابقين والرؤساء الفروع السابقين زنا الانطلاق الفعلية تو باش تبدا وكيفاش باش تكون؟ اليوم سطرنا مهام اللجنة وحدودها وصلاحياتها ان شاء الله بدايه من بعد مقابله ردور العلمه باش تكون اول اجتماع فني بيتم عن الكلمه باش نظر في العديد من الملفات المستعجله الاولويه باش تكون الفريق الاكابر نتعداو المرحله هذه الصعيبه شويه ومن بعدين باش تحلوا الملفات نتاع فريق الامال واصناف الشبان